هنا سؤال يقول السائل: كيف يصل الإنسان إلى اليقين بالله، وما جزاء ذلك في الدنيا والآخرة؟ اليقين يراد به تصديق خبر الله بحيث لا يرد على العبد شك في ذلك، وقد جاءت النصوص بالثناء على المؤمنين لكونهم بالآخرة هم يوقنون، وقد جعل الله من صفات أئمة الدين أن يكونوا على يقين، كما قال: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا يوقنون. نعم.